مين بده يسوي؟ عمل بس شوي دق عليك واقف يا واقف يلا يا ابي يلا يلا عينك عليه بعد يا انت يا اطلع بالباص محاول عدول اطلع درج يلا بس عدول يلا عمل عسري عسري حركة يا صديقي بدينا نزل القانية بس يا شباب يلا ارجع لورا يا زلمه راسك بالارض لحظة يا عدي يا خلدون عينك على سلاحك اطلعوا له خلي هدي شوي تطليع شوي خلي هدي تطليع يا بس يهدي تطليع لا باقي يطلع سكر الباب يلا حباسي يلا اطلع من وشه قرية عادك جا شوي بلا خلي اطلع والله شاب حبيبي انت بس اتأكد من زيادة يلا نعم يا شباب ما رسا ها يلا يلا فوت على جوا وقف شوي خلص رجعنا هذولي ما ضل باص تعبى يلا خذ فارسك عندي ولقح وقف يا شادي وقف لحظه اول اربع مقاعد دكتور يلا يلا شو هسه كم واحد بده كم واحد بده يروح شغلني كلك يلا دقيقه كم واحدك بس سكر الباب خلص هو خليل يلا فاضي ثواني شوي خليه واقف على الباب بالعكس فارا صبر بس يلا ثواني هلا بالكاميرا وقف ايوه بالعكس خلينا بالعكس هيك طلع يا ولد لا ترك لا هيك خلي مزبوط هيك وين في وين خالص هون خليه بعد صديقي لا خلص سكر الباص كم واحد مين انت مالك ثاني سلاح طلع دوس على الروس داعس على الراس عدهم واحد جايز يرسك الارض لك
اي واحد يطلع ما حداش يطلع يعني تخربط العدد واحد هنا 22 استنى وين شو استنى خليك فاتح فيه كلب عملك عملك ولك عملك بعدهم بعدهم شوي 29 كم واحد؟ تعال تعال انت بس انزل 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 شو بس 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 انزل 30 بالعكس بعدولي شوي بعدلي شوي انت اعطيني مجال 30 بس خلص 30 ها 30 انا اخر كره طلع هذا ايه وين راح هذا؟ شو عرفت اخرك؟ غبر نزله زلوا شباب زلوا قفل قفل استنى خلي قفل عملك الله سكر وراي سكر وراك قفل سكر سكر قفل خليك واقف على الباب لا يسكر جاي جاي ارجع شوي لورا